بتخلي القلب تملي طب لغة الإحساس في وقت الحساس لقلب دليل على معنى الحب الغيرة صرخة قلب حبيبي يفضل يودي في شوق ويجيب الغيرة صرخة قلب حبيبي يفضل يودي في شوق ويجيب خايف حبيبي يروح ويغيب والشوق يزيد النار لغاليب حدش مشغول البال حدش فيه عنده سؤال حدش مشغول البال حدش فيه عنده سؤال مدام الحب بالشكل ده ما بلاش حب بقى الحب كلمة من حرفين من غير ما عاد يقولوها اتنين الحب كلمة من حرفين من غير ما عاد يقولوها اتنين مهما قاسنا منه قاس الهوى بيدور ملناش غنى عنه زي الهوى هي مين؟ عنبر عنبر اه دي قول اتكلم دي جريت هربت جريت فين؟ انتوا بتدوروا على عنبر؟ ايوه عنبر اه ده انا الحقيقه شفتها بعيني خارجه من الباب ده على بره خالص وراها رجعت وراها اه يا لصوص يا حراميه يا حوش ايه الحكايه يا عم صبحي؟ حكايه محببه بعيد عنك عنبر تحكي لك عليها هي فين عنبر؟ مستخبيه في اوضتك طيب عال قوي آه اسمع انت تعرف تنفق في دي؟ مش قوي طب اول ما تشوفهم راجعين تقف جنب باب اوضتي ولما يرجعوا تروح نفخ فيها حاضر ها؟ انت عمبر عمبر راحت فين اهو عمبر عمبر استخبت فين؟ خضتيني يا شيخة هم راحوا فين؟ خرجوا روحوا انما انا كنت مخضوض عليكي بشكل كنت خايف يجرى لك حاجة كنت خايف عليكي خالص كنت خايف عليا طبعا خايف عليكي كنت خايف عليا ليه اه كنت خايف عليكي علشان خايف اكمن حرية روحت مش كده تمام هو ده السبب اكمن حرية روحت علشان انتي تغني مطرح حرية يعني لو ما كنتش بغني ما كانش يبقى لي اهمية عندك اهو لو ما كنتش تغني ما هيبقاش في اي اهمية يا خسارة ليه؟ لا ولا حاجة عمبر أنا هم راحوا فين؟ هم مين؟ حرامية لا لسه ما رجعوش ما رجعوش؟ أمال بتزمر ليه؟ أنا ما زمرتش إنما البتاعة دي كل ما أنفخ فيها بتزمر ومين اللي قال لك تنفخ فيه؟ إيه أنت قلت لي انفخ فيها أنا قلت لك تنفخ فيها لما يرجعوا يا بني آدم طيب يا أخي وماله هما لسه رجعوا وأنا ما نفختش ليك عليا أول ما يرجعوا أنزل لك فيها تدافك وزمر عمر تعالي حصل لخبطة إنما الحمد لله جت سليمة قولي لي بقى إحنا كنا بنقول إيه قبل كده؟ يا أستاذ
لا مؤاخذة يا أستاذ، يظهر أن أنا جيت في وقت غير مناسب. اتفضل قول، أنت جاي عشان إيه؟ أيوة أنا جاي علشان، جاي علشان، أنا جاي علشان إيه؟ أنت بتسألني أنت جاي علشان إيه؟ أيوة أنا جاي علشان، علشان الناس، الناس مالهم الناس؟ إيه إيه بيزيطوا وبيعيطوا وبيصوتوا وبيدبدبوا برجليهم. عاوزين إيه؟ عاوزين عنبر تغني، دول مبسوطين منها أوي، بيحبوها، متشعلقين بيها، خيشت وياهم. طيب طلعوا الرقصات. طلعنا الرقصات. طلعوا النمرة اللي بعدهم. وطلعنا النمرة اللي بعدهم. طلعوا أي حد. مفيش ولا أي حد، كلهم طلعوا ونزلوا، طلعوا ونزلوا، طلعوا ونزلوا. يعني قصدك إيه؟ يعني قصدي إن مدام حريرة واحد، لكن عنبر ما روحتش. لا عنبر روحت. روحت. الله، ما هي قدامك اهي. لا دي مش عنبر. دي مش عنبر؟ ازاي؟ امال مين دي؟ الله، دي تمام شبه تمام. لا دي انت مالكش دعوه. الله، ايوه طيب ماليش دعوه، لكن يظهر ان في حاجه غير طبيعيه في الاوضه دي. يا استاذ حسن روح قول للناس ان عنبر هتغني دلوقتي. اهو كده، تعال تعال بقى. يعني تغني ازاي؟ ايوه تغني. لا انا مش مطمن ابدا، بس ازاي؟ يلا اوام، لازم تغير الفستان بتاعك بسرعه. هات الفستان الجديد يا عبدو. انتوا رايحين على فين؟ عنبر رايحه تغني. تغني؟ ايوه. مش ممكن يا استعيد تغني دلوقتي. الله، ليه؟ في ايه؟ في ايه؟ الصاله مليانه الغام وفيها مترولوزات، ولو طلعت تغني هتفرقع كلها في وشها. يا خبر، تفرقع في وشها؟ ايوه، راغب ورجالته كلهم مسلحين على الاخر، والجبخانه بتاعتهم مبحبحه قوي، ومن عارف استخبوا في الصاله في حته ضلمه، وساعه ما هيشوفوها على المرصح هتبص تلاقي الصواريخ عامل والمتريلوزات ضرب والدنيا اتطربقت فوقاني تحتاني وبقت ضلمه. عمر، انت مش هتغني ليه؟ ما تخافش، مش هيحصل حاجه. يستحيل، انا ما اقدرش. اطمن، ربنا معانا. بس يمكن يجرى لك حاجه. وده شيء يزعلك؟ ده انا كنت هموت. انور، عمر، شو